مساء الخير عليكم جميعا، مساءكم طيبين. طبعا الفيديو ده يعتبر استثنائي شوية، لأن في معلومات مهمة جدا 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 وصلتنا، وكمان من داخل نقدر نقول يعني من داخل التوكيل، هنعلن عنها في آخر الفيديو إن شاء الله. النقطة بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها وعايزين نوضحها، العربية بالنسبة لكل واحد فينا بتمثل مرحلة الراحة وانت بتتنقل من شغلك لبيتك او من بيتك لشغلك، مرحلة السعادة وانت بتتفسح بالعربية هي وانت واولادك. بتمثلك برضو في بعض الناس واكترية الناس العربية بالنسبة له ان هو حاجة بيشتغل بيها او مصدر دخل رئيسي بالنسبة له، سواء كان اوبر او كريم او غيره من الحاجات اللي هي ظهرت جديد في المجتمع. فالنهاردة ناس كتير بتتجه ان هي تشتري العربية على الزيرو عشان يرتاح من الهدك بتاع الاصلاح والعطلة والكلام ده كله. فطبعا انت لما تتعرض ان انت تجيب عربية زيرو، طبعا الله اعلم كل واحد فينا يا جماعة تصرف في فلوس العربية ازاي. اكترية الناس طبعا بتشتري قسط زي ما احنا عارفين، فبيبقى مانج حياته كده بطريقة معينة عشان يقدر يمشي الدنيا مع بعض. فطبعا لما انت تفاجأ ان انت لسه ما كملتش 2000 كيلو بالعربية وتتعرض لمشاكل زي كده وتروح للتوكيل، وتبقى عايز يعني طبعا انت اشتريت العربية بناء على الضمان وعلى الاسم والكلام ده كله، وتروح على التوكيل عشان انت شايف بالنسبة لك ان حاجة زي كده تعتبر حاجة بسيطة بالنسبة لحجم التوكيل اللي انت بتتعامل معاه، وانه الطبيعي انه هيحل لك المشكلة على طول ومش هيبقى فيها اختلاف. لكن الحقيقة ان انت بتفاجأ برد فعل غريب من التوكيل زي اللي انا اتعرضت له زي كده مثلا. يا جماعة والله بالظبط كده زي ما هو، يعني انا بحاول اوصف اللي انا حسيته لما انا بتكلم مع التوكيل وبقول له انا عربيتي ما كملتش 2000 كيلو والعربيه المفروض ما يخشش فيها ميه بالطريقه دي، العربيه ما غرقتش، العربيه ما كانتش مركونه في بيزمنت او في جراج يعني تحت الارض، العربيه مجرد ان هي كانت مركونه في الشارع، الميه ما غطتش اكتر من الكاوتش، فمش معقول ان الميه تغرق العربيه بالكامل بالطريقه دي. اما اقول له بسؤالي ناس مهندسين ميكانيكا شغالين في توكيلات اخرى بره مصر جوه مصر، وناس يعني على علم بوضع العربيه، امتى هيتقال ان العربيه في حاله غرق؟ لما تكون المياه غطت الشبكه الاماميه وغطت الكبوت، بنتكلم ان العربيه حاله غرق وساعتها المياه بتخش من فتحات التكييف. لكن المياه لما تكون بالوضع ده ويا دوبك مغطيه الكاوتش وما غطتش الاكسدام بالكامل ونلاقيها غرقت من جوه بمستوى المقاعد، ويكون نتيجتها ان هي تبوظ طبعا، يعني حتى العربيه ما باظتش، ده العربيه لما راحت التوكيل باظت جوه يعني، تمام. واجي اقول له العربيه في الضمان، العربيه حضرتكم ضامنينها، حضرتكم اسم كبير، انا جاي ومتوقع ان انتوا اكيد عارفين ان حاجه زي كده مش محتاج ان انا اشرح وهتتصلح. وفاجئ برد الفعل اللي انا بحاول اجسده في اللقطه اللي فاتت. الحقيقة هي مضحكة، بس الموقف على الطبيعة صعب قوي اللي أنا بتعرض له واللي أنا حاسس بيه دلوقتي، والصدمة اللي أنا فيها بجد مش عارف أعمل إيه. كمان أنا يعني الفترة اللي فاتت يعني في حاجات، طبعا أنا بتحرك على السوشيال ميديا، على الجروبات بتاعة تويوتا وعلى خليها تصدي، طبعا أنا فوجئت بحاجات تانية او حاجات برضو مشاكل اخرى، منها البسيط منها القوي. بس الغريبة او الحاجة الكومن ما بينهم كلهم ان كلهم ما ينفعوش يكونوا تحت علامة تويوتا. فانا برضو هنشوف الحاجات دي مع حضراتكم ونشوف رأيكم.
ازاي يا جدع؟ مش قادر استوعب ان ده ممكن يكون بيحصل في عربياتنا التويوتا اللي هي 19 2020 الشكل الجديد. يعني انا لما صوت راجل بالشكل ده عربيه يا جماعه العربيه لسه مشيتش. لما الاقي الاخ اللي قبليه يعني العربيه اتغسلت في محطه بنزين والاقي الميه دخلت وركنت ورا الفرش بتاع القايم اليمين للعربيه زي ما انتم شايفين، برضو حاجه تحير. وتعالوا نشوف مع بعض الباقي. طيب ده بالنسبة للإزاز. تعالى بقى نشوف. في حد كمان كان بيتكلم على الفرامل. الفرامل تشوفها مع بعض. شفنا الفرامل مع بعض. هنخش بقى على مشكلة التابلو اللي انتوا لزقتوه بالأمير. صاحب العربية بيقول كده، بيقول ان هو جالكو وان انتوا حاولتوا يعني اللي قدرتوا تعملوه بالتابلو ان انتوا لزقتوا له التابلو بالامير. تعالوا نشوف صور التابلو للعربيه 19 2020 الشكل. احنا شفنا التابلو دلوقتي، طبعا واضح للناس كلها. هقول لك كفايه كده النهارده، مش عشان وقت التسجيل، عشان وقت انا مش فضيله كتوكيل. عندي حاجات كتير اهم منك. انما انا عايز انبهك لنقطه صغيره قوي. مفيش حد على وجه الكره الارضيه يقدر يخش حربين ورا بعض ويكسب في حربين ورا بعض. انت لسه ما فقتش من حربك مع خليها تصدي. انت لسه ما خلصتش. انت لسه بتحاول تتمالك قواك عشان توصل لحاجة، عشان تخرج من المطب اللي انت وقعت فيه. وطبعا خليها تصدي مش بتحاربك، هو الناس بتطالب بحقها، ان هي عايزة العربيات بسعر عادل، وانت بالنسبة لك طبعا يعني لاخر لحظة انت بتقول انك انت اسعارك مش هتنزل وان انت صامت، لان الكلام ده مش حقيقي. لما تيجي تنزل موديل 19 2020 الشكل الجديد، الفرق بينها وبين الشكل اللي قبليها 5000 جنيه، يبقى الاسعار نزلت طبعا، بس انت بتقاوح. لسه ما خلصناش خليها تصدي، تخش على عملائك بتتهمهم ان هم بيحاربوك وان دي حملة ممنهجة عليك. اللي هم اشتروا منك واللي هم اختاروا العلامة بتاعتك، بدل ما انت تبعت لهم وتحل معاهم، انت عندك مشكلة. في مشكلة في التقفيل، العربية التقفيل التركي غير التقفيل التايواني. في مشكلة واضحة في التقفيل عند الناس كلها، وانت يا توكيل مصمم تركب دماغك، مصمم انك تستمر ومش عايز تحل. احنا عايزين نحل، احنا عايزين حقوقنا. احنا عربياتنا لسه عامله كيلوهات قليله، ما استفدناش بيها، دفعنا فلوس وما خدناش قدامها مقابل. الى اين يا توكيل تويوتا؟ ناوي معانا على ايه؟ الخبر اللي عايز اقوله لك ويمكن يكون صادم ليك، يمكن في الفيديو اللي فات نوهت عن بعض الشباب اللي هم شغالين عندك في التوكيل، اللي هو اقتصر دوره ان هو يطلع وعشان بس يغلوش على الناس. عايز اقول لك الشباب ده الحقيقه فيهم خير كتير جدا 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 جدا. ما كنتش اتوقع رد فعلهم السريع. الشباب فعلا يا جماعه محتاج اللي يوجههم في بلدنا، وعايزين يتوجهوا في الاتجاه الصح. ناس كتير ما كانتش مدركه الصوره اللي هو فيها لما يعمل الشغل ده. الناس دي من داخل التوكيل عندك تراجعت عن اللي هي كانت بتعمله على الانترنت، ومش قابله ان دي تكون وظيفتها مره اخرى. بالعكس، الناس دي تواصلت معانا ومدتنا بمعلومات قيمه جدا جدا جدا، احنا هنستخدمها في مراسلتنا مع اليابان. وان شاء الله ان شاء الله هيكون في رد من اليابان، لان انت اللي عملته فينا كمستهلك مصري احنا مش هنعديه. واليابان لما تعرفوا برضو اعتقد هيكون ليها رد فعل. اشوفكم على خير، وكل عام وانتم طيبين.